السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعي دلوقت بتكلم عن الكالر كود. الفكرة كلها ان انا عندي مقاومة ريزيستورز، الريزيستورز دي بيكون موجود عليها الوان، كل لون بيديني قيمة معينة بيساعدني في تحديد قيمة المقاومة كلها. طبعا انا بيكون عندي جدول زي ده بيديني اللون وهل هو موجود في الخانة الاولى ولا التانية ولا التالتة او الرابعة. يعني مثلا عشان نوضح الأمور، أنا عندي هنا دي مقاومة، المقاومة بنبص للألوان من جهة اليسار، فاللون الأول كان ريد، اللون التاني براون، التالت كان أورنج، وبعدين الأخير كان سيلفر. علشان أفهمك، الألوان الأولانية التلاتة دول مجموعة لوحدها، والرابع ده حاجة تانية خالص. فمثلا اللون الأول ده بيعبر عن العشرات، اللون التاني بيعبر عن الآحاد، اللون التالت بيسموه المالتبلاير، يعني أنا بضرب الرقمين دول في الرقم التالت. اللون الرابع بيسموه التوليرانس، توليرانس بالعربي يعني سماحية. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك مثلا أنا وزني 70 كيلو، يزيد أو ينقص 2 كيلو. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون 70 زائد 2 كيلو أو يكون 70 ناقص 2 كيلو. طيب خلينا ناخد تمرين يوضح الموضوع ده كله. طبعا اللي حضرتك شايفه ده عبارة عن موقع، الموقع ده أنا بكتب له الألوان وهو بيحسب لي قيمة المقاومة مباشرة زي ما أنت شايف. خلينا ناخد تمرين كده من اللي موجود في الكتاب. هو بيقول لي هنا على سبيل المثال، لو كان اللون الأول اللي موجود عندك كان ريد وبعدين براون وبعدين أورنج. طيب إحنا عايزين ريد وبراون وأورنج، نروح هنا أدي ريد وبراون ودي أورنج، واللون الأخير هو بيقول لي اللي هو الفورث باند كان سيلفر. تعرف تحسب لي قيمة المقاومة؟ نشوف. هو المفروض هنا لو أنا اخترت ريد وبراون وبعدين أورنج وبعدين سيلفر، طلعها إن قيمتها 21 كيلو أوم زائد وناقص 10% اللي هي التوليرانس. طب ما تيجي نحسبها بإيدينا نشوف كده. أدي البيانات بتاعتنا، إحنا عايزين اللي هو الريد. الريد هنقول إن هو كام؟ الريد في الخانة الأولى كان طالع باتنين، يبقى المفروض نكتب كده 2. وبعدين بعد كده اللي هو البراون، البراون في الخانة التانية، البراون في العمود التاني، البراون هنا قيمته 1 يبقى نكتب هنا 1. وبعدين عايزين بعد كده اللي هو الخانة التالتة اللي هو المالتبلاير كان على ما أعتقد كان أورنج، يبقى المفروض نروح هنا الأورنج في الخانة التالتة، آدي الخانة التالتة وادي الاورنج، التقاطع بتاعه طلع الفا او 10 اس 3، يبقى نضرب هنا في 10 اس 3. وبعدين الخانة الرابعة كانت سيلفر، الخانة الرابعة اللي هي التولرانس كانت سيلفر، السيلفر قيمته 10%، يعني معنى كده ان احنا هنقول زائد وناقص 10%. يبقى اذا قيمة المقاومة بتاعتي تطلع 21 كيلو اوم، احنا وحدة القياس هي الاوم، زائد وناقص 10%. انتهى الموضوع زي ما هو موضح هنا، 21 كيلو أوم زائد وناقص 10%. تمرين تاني بيقول لي حدد لي قيمة المقاومة باستخدام 3 باند كالر. معنى كده ان انت هيكون عندك 3 ألوان بس، والرابع مش موجود. لو مش موجود ليه قيمة معينة في الجدول برضو. طيب الألوان هنا ايه؟ هنا ريد وجرين ويلو. نروح هنا نقول ادي الريد وادي الجرين وادي اليلو، وبعدين هنا مفيش نان، طلعت قيمتها كام؟ 250 كيلو أوم زائد وناقص 20%. طيب ما تيجي نشوف كلامنا هيطلع كده ولا لا. نمسك الجدول وادي التمرين بتاعنا، هنيجي نقول ريد كانت قيمتها 2 في الخانة الأولى، وبعدين وبعدين كانت كام؟ جرين، الجرين في الخانة التانية كانت قيمتها 5، يبقى المفروض نكتب هنا 5. وبعدين بعد كده نطلع على المالتبلاير، المالتبلاير في الخانة التالتة كان يلو اللي هو ده، يبقى هنيجي ندور هنا على اليلو، اليلو في المالتبلاير كان قيمته 10000، يعني 10 أس 4، هنقول ضرب 10 أس 4. وبعدين زائد وناقص التولرانس. طيب التولرانس هو هنا حدد لي في التمرين اي لون؟
هو هنا قال لي في التمرين انه فيه لون خاص بالتولرانس، لا ده هو بيقول لك انه 3 باند كلر، واحنا خدنا الثلاث الوان اللون الاول والثاني والثالث اللي هو الريد والجرين واليلو. طب الرابع مش موجود، نروح للجدول. الرابع اللي هو التولرانس مكتوب على عايزينه نو كلر. في حاله التولرانس النو كلر طلع قيمته كام؟ زائد وناقص 20%، يعني زائد وناقص 20% كده، يبقى المفروض ان القيمه النهائيه تطلع 25 في 10 اس 4 زائد وناقص ال 20%. بس استنى، مش ينفع نكتبها كده لانها تيجي اختياري شويه. طيب احنا عارفين ان الكيلو بكام؟ الكيلو ب 10 اس 3، فالكميه دي عشان نحولها بالكيلو فالمفروض هنقسم على 10 اس 3، يعني معنى كده انها تبقى 250 كيلو اوم زائد وناقص 20%. راجع الكلام هنا، الكيلو بكام؟ الكيلو ب 10 اس 3، يعني احنا لو ضربنا هنا في 10 اس 3 هي نفس الرقم ده بالظبط، بس هي عباره عن طريق علشان اخلي الكميه اللي عندي تطلع بالكيلو اوم او الميجا اوم. يبقى اذا الناتج بتاعها طلع كام؟ طلع 250 كيلو زائد وناقص 20%. شوف هو هنا بيقول ايه، اي قيمه ما بين ال 200 كيلو اوم وال 300 كيلو اوم قيمه سليمه. ليه؟ اصل انت بتقول هنا 250 كيلو، طيب زائد وناقص 20% من ال 250، ال 20% من ال 250 دي تطلع كام؟ هي هتطلع 50 كيلو، يعني يا اما تزود على 250 50 تبقى 300، يا اما تطرح منها 50 تبقى 200. علشان كده الاجابه المظبوطه يقول لك اي قيمه ما بين ال 200 كيلو وما بين ال 300 كيلو. طيب ناخد تمرين تاني يوضح الامور اكتر. بيقول لي هنا استخدم ال 3 الفور باند، هنا اربع الوان بقى. اللون الاول هيكون جراي بلو اورنج سيلفر، ناخد كده جراي وبعدين بلو، جراي ادي جراي وبعدين بلو وبعدين تقريبا سيلفر، جراي وبعدين بلو وبعدين اورنج وسيلفر في الاخر، اورنج هنا اورنج وبعدين سيلفر. قيمه المقاومه تطلع 86 كيلو اوم زائد وناقص 10%، تطلع قيمه المقاومه 86 كيلو اوم زائد وناقص 10%. يا ترى ده مظبوط؟ فعلا طلعت 86 كيلو اوم زائد وناقص 10%. ازاي نحسبها يا سيدي؟ هنروح عن الجدول، نمسح بس الكلام اللي موجود هنا. احنا عايزين الالوان، اللون الاول كان جراي، طيب الجراي ده في اللون الاول اللي هو قيمته 8، يبقى المفروض انه هنا هنكتب 8، ادي 8. وبعدين اللون التاني هيكون بلو، البلو في العمود التاني، البلو في العمود التاني قيمته 6، يبقى نكتب هنا 6. وبعدين هنضرب في اللون التالت اللي هو المالتبلاير، المالتبلاير كان لونه اورنج، طيب الاورنج قيمته كام في المالتبلاير؟ الأورنج كان قيمته 10 أس 3، يبقى نقول هنا 10 أس 3. وآخر لون كان سيلفر اللي هو التولرانس بتاعي، سيلفر يبقى المفروض أنه كان قيمته في حالة التولرانس كان زائد وناقص 10%، يبقى نقول هنا زائد وناقص 10%. يعني معنى كده الناتج النهائي يطلع 86 كيلو أوم زائد وناقص 10%. زي ما هو مطلع الناتج بالظبط. تمرين رابع بيقول لي استخدم الجدول عشان تحدد الفايف باند، هنا بقت خمسة باند، خمس ألوان. نشوف كده هو طلع ان الناتج النهائي بكام، طلع ان الناتج النهائي ب 960. طبعا هو دخل هنا حاجة اسمها failure rate، failure rate نشوفه بيحسبها ازاي. اول حاجة عندي الألوان العادية اللي هم كانوا كام؟ كانوا الوايت وبعدين البلو وبعدين البراون والجولد. طيب وايت وبعدين بلو، الوايت هيطلعوا بكام؟ الوايت في اللون الأول كان الوايت كان 9، وبعدين ادي 9 اهيت، وبعدين اللون التاني اللي هو البلو هتلاقيه 6، البلو يبقى اذا وايت وبعدين بلو،
البلو 6 فعلا اهوت، يبقى المفروض انها 9 6. نيجي للمالتبلاير بتاعي اللي هو رقم 3، المالتبلاير كان براون، كان براون نتأكد البراون يا سيدي كان 10، يبقى المفروض ان الارقام عندي طالعة 9 وبعدين 6 مضروبة في 10 وبعدين زائد وناقص التولرانس. التولرانس هو قال لي ان هو جولد، فالمفروض انها زائد ونص زائد وناقص 5%. بس فيه رقم اخير، الرقم الاخير لانه هو بيتكلم على هنا 5 color band، نشوف كده اللون الاخير كان كام. اللون الاخير كان اليلو، اليلو دوت اللي هو بيسموه failure rate. أو طبعا هنا احنا مطلعينها 9 6 ضرب 10 وبعدين زائد وناقص 5%، وبعدين اللون الاخير اللي هو الفيلير ريت بيقول هنا ان هو قيمته 1000 اور من الاوبريشن. نشوف حسبه ازاي. طبعا هنا احنا عايزين اللون الاخير كان يلو تقريبا، يلو تطلع 1 من 1000، 1 من 1000. مكتوب هنا 1 من 1000 اهوت. طيب خليني في التمرين الأخير ده واقف شوية وارجع لك. التمرين الرابع بيقول لي حدد لي قيمة المقاومة الموضحة أمامك، ومديني هنا الألوان يا مطلق كانوا براون وبلاك وجولد وسيلفر. يبقى نروح على الجدول، براون بلاك، اللون الأول كان براون، براون كانت قيمته 1، اللون الثاني كان بلاك 0، يبقى المفروض انها تبقى قيمتها 1 وبعدين 0 وبعدين الملتبلاير براون بلاك، وبعدين الثالث كان على ما اتذكر كان جولد، الجولد كان 1 من 10 في الملتبلاير، يبقى هنا 1 من 10 كده، وبعدين زائد او ناقص السيلفر اللي هو كان فيه التولرانس، السيلفر كان 10%، يبقى الناتج النهائي هيطلع 10 مضروبة في 1 من 10، يعني يطلع تقريبا 1 أوم زائد وناقص 10%. نشوف كده حلنا سليم ولا لأ. هيطلع 1 أوم زائد وناقص 10%. في النهاية طبعا هو بيديك هنا مختصر عن التوتوريال، بيقولك انه المقاومة بنستخدمها علشان نتحكم في السيركت اللي موجودة عندي او نقلل الكارنت اللي بيمشي فيها. بتديني حاجة اسمها ريزيستنس يعني مقاومة او امبيدنس، رمز المقاومة هو R، وحدة قياسها هو أوم، في 4 عناصر او 4 فاكتورز بتأثر على المقاومة اللي هي نوع الماتيريال المستخدمة ليها للمقاومة، طول المقاومة نفسها، والكروس سكشنال اريا اللي هو كروس سكشنال اريا مقصود بها مقطع او المقطع المقاومة نفسه، تمبريتشر درجة الحرارة.